هذا المسجد لو قيمناه بكل المعايير التقنية المالية على كل الأصعدة، عندما منظومة فاسدة عصابة تنهب أموال باسم المسجد، هذه فاحشة سياسية. عندما يصل بمنظومة سياسية أنها تسرق مسجد باسم يعني مكان العبادة، دار الله عز وجل تسرق تنهب، دار يعني مكان مقدس يسرق بهذه الطريقة، يصبح ملف فساد لمنظومة، هذه فاحشة سياسية. لا يمكن أن تعالج ملفات فساد في إطار منظومة التي قامت بكل هذه الأفعال. ثم يأتي المستوى الأدنى، هو الفساد الذي تفشى على كل الأصعدة. التعيين في الجامعة فساد، التعيين في الاقتصاد فساد، التعيين في الأندية الرياضية فساد، التعيين على مدراء المؤسسات الثقافية فساد، كل الأصعدة فساد. هذه المنظومة يستحيل أنها تعالج كملفات فساد فقط في على مستوى العدالة. الأجوبة الصحيحة، المعالجة الصحيحة، هي معالجة سياسية بامتياز. الدليل لو رأينا أو تفحصنا هذه الرمزية، عندما أتى أحمد يحيى إلى محكمة عبان الله، جاء بكل بروتوكول القديم، واستقبل من طرف الشعب بغضب شديد. هذا هو الفرق الموجود بين البروتوكول الموجود في النظام القديم، المرافقة بالغارديكور بكل البروتوكول، والغضب بالتشريفات، والغضب عند الشعب. هذا الغضب عند الشعب اليوم لم يجد تجسيد كيعني منطق كتحويل سياسي.